راجل واحد شحال من واحد معقل شريف فهمتي، انا بلي ما نقدرش نسمح فيها انا، واش كاين شي واحد اخويا يسمح في الكبده ديالو؟ راه ما يمكنش. الام ديالها هربانه في الداخله باقي بلا طلاق، باقي الان ما طلقناش. ما مسوقاش لا هي ولدها ربيبي اللي هو اللي كنحسبه بحال ولدي، ما مسوقاش لي، ما صايبتش لي الحاله مدنيه، عاد هذه ما بغاش تصايب لها. قالت لي انا في النهار اللي كانت حامله بها قالت لي قلت لها راه عندك بنيه فاطمه الزهراء، قالت لي ما عنديش مع البنات انا. اسمي ديالي امين اخويا ولد المحمديه. الصراحه عندي واحد المشكل بزاف صعيب، كنقاسين هاد البنيه بزاف، شحال من واحد تيقول لي دار الخيريه حطها في الخيريه وانا ما باغيش حطها في الخيريه. الوالده ديالي واخا بنتي واخا واخا بنتي واخا هاك دابا شحال مره كتقول لي انا الوالده ديالي اش بغيتيها دار الخيريه، عندي الوالده ما عقلاش عليا فهمتي، راجل الوالده شحال من واحد ما عقلش عليا فهمتي، انا البنيه ما نقدرش نسمح فيها انا، واش كاين شي واحد اخويا يسمح في الكبده ديالو؟ راه ما يمكنش. شحال من واحد دابا كنقول لي عاوني اخويا باش نكريه ولا شي حاجه ما كيعقلش عليا، شحال من مره كنبقى بالجوع انا وياها كنصبر وكنقول هانيه ماشي مشكل، ما كنقدرش نوقف على بنادم. واحد مؤخرا قال لي ديرها في ظهرك انا وسير طلب بها، قلت له ما نقدرش نطلب بنتي، راه ما كاينش اللي غيتيق بك هنا وغيحس بك وغيعرفك واقع لك مشكل، يصعبك ديرها غير بالعاني، يصعبك كتفلى فهمتي، وانا ما كنديرهاش بالعاني ولا شي حاجه، انا حاله مدنيه باقي ما صايبتهاش لها اخويا. الام ديالها هربانه في الداخله باقي بلا طلاق، باقي الان ما طلقناش، انا كنوصل دابا للسلطه وكل شيء وعاش الملك، انا كنقول محسن الناس يعاونوني، ما كراش نصايب لها غير الحاله مدنيه ونكري. واخا بنتي واخا واخا بنتي، ما كراش غير نصايب لها غير الحاله مدنيه ونكري وندير شي بيع وشريا وان شاء الله يسال الله وشي بنت الناس، ماش نبقى مكرفصه انا وياها ونكرفصها، اقسم بالله ما بغيتش نكرفصها، الدريه مكرفصه معايا وما بغيتش نسمح فيها، وشحال من واحد تيقول لي ديها الخيريه. ما قدرش نسمح فيها واخا بنادم كيستهزئني هاني ربي كيخلص، قال لك كما تودين تودان، الا جيت تشفف خوك المسلم صعيبه شويه قاصحه وهاني ماشي مشكل، كاين الله سبحانه وتعالى كاين الله. كيفاش كتعيشوا دابا؟ كنباتوا برا اخويا الصراحه، انا ما حاملش هذا الوضع اللي عايش انا وبنتي، ولكن ما عندي ما ندير، اش نمشي نشفر ما عندي ما ندير، الحمد لله كاين الله وكاين ولاد الناس، هادشي اللي غادي نقول. انا ما عندها عامين ونص دابا، اقسم بالله الا كنبقى نطلب غير الله سبحانه وتعالى، هادشي اللي كندير كنبقى نطلب غير الله اقسم بالله العظيم. اي شي واحد تتوقف عليه تقول لي خويا واحد الدقيقه تيدير لك هذيك، ها ما كتقدرش بشي صافي تهضر مع الناس ديالك خايبه، راه ما غاديش تقدر تبقى تطلب بنادم تقول لي عطيني ولا هذه فهمتي، قليل اللي غيحسبك وغيعرفك راه عندك مشكل ولا علاش. انا صافي تقهرت وصلت لي العظيم قلت ندير اللايف باش الناس اللي غيشوفوني يقدروا يتساعدوا معايا، ما يحسبك اللي فاهمك. خاصها ليكوش، انا ما كنلقاش ما عنديش استطاعه باش غناخذ لها ليكوش والحليب، خصني نخدم. شحال من وحده كنقول لها شدها لي، كنقول كتقول لي لا ما عندهاش حاله مدنيه ما نقدرش نشدها لك اولدي، اسمح لي خاصها الحاله مدنيه. اوكي باغي ندير انايا شنو غادي ندير؟ ما عندي كي دير غالب الله فهمتي، ما عندي كيفاش غادي ندير. كيفاش كدير دابا مع المصاريف ديالها؟ مصاريف اخويا ما كذبش عليك، انا لقيت شي واحد بحال كواق وبقى كيشوف فيا وحس بيا كيجي يسولني مالك، كيدبر عليا هادشي اللي كاين، باش نوقف على واحد ونقول له عطيني ما كنقدرش اخويا، النفس ديالي ما كنقدرش، انا تربيت واحد التربيه ما كنقارش ولا هادي. واخا بنتي امها الله ياخذ فيها الحق، امها دابا راه عامين ونص هي هربانه، انا كنوصل واحد الميساج، امها راه عامين ونص هي هربانه دابا، لا حاله مدنيه ما بغاش تطلقني، هادشي اللي كاين باش ما يرجعش ليا شي مشكل ورا ظهري. علاش هربانه؟ ما مسوقاش دابا رضيعه، دابا هي دابا عطيها الفساد ما مسوقاش. خمس سنين باش كنت مجوج بانايا، خمس سنين كانت توفى ولدي بسبابها هي، وقلت ماشي مشكل وصبرت معاها، قلت هانيه ماشي مشكل خلي ربي كيخلص، وفي الاخر عاوتاني تزات هاد البنيه هادي وقع مشاكل كانت كتضربها وكانوا كيهاملين ما بقاوش مسوقين ليها فهمتي، هي عينها باغا تشري السبليون، دابا حاليا كتقول لي اعطيني مليون، حالي كتقول لي نعطيك مليون وخليني نمشي للدريه موافقه نمشي للفريزه، باغا تمشي لاسبانيا، قلت لها انا نصيبوا الدريه بعدا حاله مدنيه ونحطوا الدريه تقرا بعدا في المدرسه وطلقيني بعدا وسيري لاسبانيا، دير شي قانونيا، هي قالت لك نعطيك جوج المليون ولا مليون ودير لي موافقه نمشي للفريزه، هي باغا تمشي لاسبانيا صافي عينها في الفريزه. يعني هي
بحال ما باغاش الدريه ما مسوقاش لا هي ولدها ربيبي اللي هو اللي كنحسبه بحال ولدي ما مسوقاش لي ما صايبتش لي الحاله مدنيه عاد هذه ما بغاش تصايب لها. مشيت للمقاطعه ديال المحمديه باش نسجلها يعني انا باها بغيت نحطها في الحاله المدنيه. قال لي لا خاصها تجمها. كيفاش غادي نجمها؟ ما عرفتش هذا القانون اخويا كيفاش داير. علاش انا غادي نجمها ياك باها كاين؟ قلت لهم بلي ما هارب. قلت لهم ما هارب. قال لك خاصنا فوتوكوبي لاكارت وعقود زياد الدوله اش نجيبها بالجي بي اس. دير بها شكايه عند الوكيل الملك في بن حمد. دابا كيقولوا لي الناس عاود دير بها شكايه اخرى. دابا كتواصل معها؟ لا ما عمرني هضرت معها، كنهضر غير مع النسيبه ديالي. كنقول لها الو كاينه هي فاطمه الزهراء، كتقول لي راه باقا في الداخله. دابا راه عام وهي في الداخله دابا غتدخل النص. ما عندهاش كبده هذه؟ الكبده ممنوعه. ما عمرها سولت فيها وولدها ما كتسولش فيه. ما عمرها سولت فيها. قالت لي انا في النهار اللي كانت حامله بها قالت لي راه عندك بنيه فاطمه الزهراء. قالت لي ما عنديش مع البنات، انا عندي عقده مع البنات. تما فين غنتخاصموا؟ تما فين غتطور الحياه؟ غنبقاو ديما مخاصمين؟ تما فين غنطلقوا؟ هذا هو السبب اللي غنطلقوا فيه. انت العكس ديالها مربي الكبده عليها. مربي الكبده وربي الشهاده عليا. الا كنت انا كندير هذا اللايف على حساب الفلوس ولا هادي نعنبوا الفلوس اخويا، اقسم بالله انا داير اللايف باش نقود هذه البنيه هذه. ما بغاتهاش تكرفص كما تكرفصت انا. انا براسي ما عقلاتش عليا الوالده، واخا تسمعني دابا انا براسي ما عقلاتش عليا، ما قالش عليا راجل الوالده، ما قال عليا حتى واحد. وتا دابا ان شاء الله ربي كاين الله وربي هذه البنيه وغنبقى معاها ديما. وكاع اللي غيقول لي ديال الخيريه ولادي راه ما نتسوق حتى شي واحد، راه جامي بنتي نحطها في الخيريه ولا في الحضانه. كيقول لك كيفاش غدير انت مكرفص معاها؟ كيقول لك كاين جمعيات كاين محسنين. واحد قال يدير الخيريه اش كيقول لك؟ لا ما داش الخيريه، راه وحده راه داوها الخيريه كيضاربوا كيجريوا عليهم كيخرجوا فساد. هادشي اللي قالوا. وواحد كيقول لي انت راك راجل ما عندي ما يتسالك، خلي بنتك. كل اش كيقول؟ كل الهضره ديالو. كاين اللي كيقول لك هضره زوينه، كاين اللي كيقول لك هضره خايبه، كل واش كيقول. عمر شي جمعيه وقفات معاك؟ ممنوع. كندور عليهم بلاصه بلاصه. شفت عند عائشه الشنه قالوا ماتت الله يرحمها، ما سمعت. مشيت عندها ما عقلوش عليا، قال لي كنشدوا العيالات العازبات. قلت لهم علاش انا ماشي بشر؟ هذه ما بقاتش فيكم وديروا على وجه هذه البنيه هذه، انا كاع ما تعقلوا عليا كاع. ولكن هاني يا ربي كبير الحمد لله هاني، واخا مكرفص انا وياك يلا ربي غيدير واحد السبب. العائله ديالك شي واحد واقف معاك؟ ممنوع. انا الوالد ديالي ميت ما عمرني شفته. انا الوالد براسي انا قالت لي ديال الخيريه شنو بغيتها؟ انا مؤخرا مشيت عندهم غير باش نشوفهم في سبيل الله وغادي مقدي وفرحان، في الاخر سقت خاسر رزقي، وفي الاخر باغي يضاربوا معايا. في الاخر سقوا ما باغيين يجريو عليا، ما كايناش معايا البنيه مخلاه عند واحد المراه كانت شاده عليا في سبيل الله. الله يرحم لها الوالدين، كنوصل لها رساله بلا ما نذكر الاسم ديالها. كانت شاده عليا في سبيل الله، شدتها لي غير مؤقتا هي سهله الله مشات. يعني انت ذوك المشاكل اللي طحتي فيهم بغيتيش البنت طيح فيهم؟ ما بغيتش البنت طيح فيهم. انا تكرفصت ولد 12 عام وما بغيتش بنتي هي تكرفص بحالي. انا بغيت نقريها وتبقى حدايا. وريني شي واحد يقدر يسمح في بنته. دابا انا كيبقى فيا الحال كيجي واحد يقول لك لوحه في الخيريه، وانت دابا تقدر تلوح ولدك في الخيريه. غنجيو نلوحو في الخيريه؟ انا ما نقدرش، انا تكرفص ما نقدرش نلوح بنتي. انا حاس بها كما الظروف اللي كنعيشها، انا حسيت بها حتى هي. ما نقدرش، كبده عزيزه عليا. اقسم بالله انا ماشي هادا على حساب الفلوس ولا باش ندبر على راسي ولا. انا مكرهتش انا تكون عندي مرا. انا كنشوف شي واحد غير غادي مع مراته وبنته كيبقى فيا الحال، كيجرحني الداخل ديالي كنتجرح من الداخل. وصعيب اللي غيحس بك بحال هكا. الرساله ديالك للمحسنين؟ الرساله ديالي للمحسنين اللي كنطلب منهم هي يتساعدوا معايا على حساب هاد البنيه هادي، غير باش ما تطيحش لي. انا ما باغي حتى حاجه، يتساعدوا معايا غير باش نكري وباش ندير شي بيعه وشرية. وتساعدوا معايا الا كاين شي جمعيه وقفوا معايا نحط لها الحاله مدنيه، نصايب لها الحاله مدنيه ديالها. شي راه صايبت لها غير الحاله مدنيه وكريت ودرت شي بيعه وشرية، هذاك هو الربح. ما باغي لا ديور لا طوموبيلات لا فلوس لا والو، باغي غير بنتي تقرا وتولي بخير. هذه هي الرساله اللي كنوصل للمحسنين. اقسم بالله وربي الشهاده عليا ما باغي والو، حيت الحياه راه فايته ما كاين حتى شي حاجه، راه ما غنديو معنا والو، راه كلشي فايت. راك دابا لك الكاد يقول لك هذا عنده الطوموبيل ولا عنده بي ام ولا عنده، راه كلشي فايت، حتى حاجه ما غنديوها معانا. انا غير هذه البنيه تكبر وتولي احسن مني انا، ونموت وتولي هي بخير. داك الشيء اللي بغيت انايا. واش واحد اللي غادي يعيط لي ويقول لي راه نتمناوها ولا هذه؟ وسمحوا لي هذه الكلمه هذه، راه ما نقدرش نعطيها لشي واحد. انا بغيت غير المساعده. هذا الشيء اللي كاين.